نقلة بقى تانية كده وتطوير مع الطير بتاعك. ولو في زغليل او في بيض ما تبقاش خايف وانت بتفتح. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه اخوات الغاليين من كل مكان حوالين العالم. النهاردة بداية تزاوج الكوكتيل الالبينو وبداية تركيب العش والانتاج بتاع الكوكتيل الالبينو. من اكتر الحاجات اللي بتبقى عاملة مشاكل او عائق عند الهواة ان هو بيبقى مش عارف امتى يحط العش بتاعه، فده هيكون موضوعنا النهاردة ان شاء الله عز وجل. وهم كده بيأكلوا وجبة البيض بالمورينجا بالبقسماط، هنتكلم معاكم كده شوية ونقول لكم على شوية تفاصيل كده في تزاوج الكوكتيل الالبينو، وهقول لكم على العش الجميل اللي انا جبته الجديد دوت. فيلا بينا نبدأ كده على بركة الله. ولكن عاوز اقول لكم على حاجة جميلة، ما شاء الله الكورس بتاعنا اللي احنا عملناه بتاع طيور الزينة، معانا جروب جميل كده 5 اخوات قمة في الادب والذوق والاحترام. الحمد لله احنا النهاردة اليوم الخامس، النهاردة السادس الخامس كان امبارح. كنا بنتكلم عن الطيور المطلوبة اكتر في السوق ايه في الكورس. النهاردة بقى ان شاء الله هنتكلم معهم في الكورس عن غلطات الانتاج او غلطات التزاوج. فربنا يكرم ان شاء الله ويتم الكورس على خير. دعواتكم كده لنا بالتوفيق لسه ان شاء الله النهاردة وبكرة، ويبقى كده الكورس خلص. يلا بينا نبدأ بقى على بركة الله كده في الفيديو بتاعنا. اول حاجة كده عاوز اقولك عليها في بداية التفريخ او بداية انتاجك من طيورك، لازم رقم واحد ان القفص بتاعك يكون زي كده، يكون كبير قدر الامكان. في قفص تانية بتبقى احجام اصغر من كده شوية، يعني لحد القطوع دوت كده، لحد الحتة دي، ده كده بيبقى اخره. الحتة اللي فوق دي ما بتكونش موجودة، الحته الزياده اللي فوق دي ما بتكونش موجوده، بيكونوا عاملينها كده بومبيه فبتضيع مساحه القفص. فالقفص ده بالنسبه لي ممتاز جدا، لكن هنا في القاهره للاسف مش لاقي زيه. كل اللي موجود الحاجات اللي فيها بومبيه زي دوت كده، زي القفص دوت كده اللي انا حاطط فيه مجموعه البادجي وعاملهم كانهم مطار، وسايبهم بقى كده فيه بيلعبوا فيه وبيطيروا كده علشان مساحه اكبر شويه من القفص العاديه. فالبومبيه اللي فوق ده اصلا واكل المساحه. هما لو كان يعني المصانع اللي بتعمل، لو كانت عارفه تعمل من فوق زوايا قايمه، كان هيبقى اجمل وافيد كتير للطير. لكن هما بيدوروا على الشكل الجمالي بغض النظر عن التربيه هتبقى كده كويسه ولا مش كويسه. يلا بقى نرجع نكمل تاني. فالقفص ده بالنسبه لي اهم شيء. بعد كده بدات اركب بقى الوقفات بتاعتي، بس قبل ما اعمل الموضوع دوت كنت مختار ذكر وانثى متوالفين وجاهزين للانتاج. الزوج ما شاء الله هو مقبل على وجبه البيض، ده بيض انا حاطط عليها مورينجا. شفت الزوج بتاعي بيتجوز مره واثنين وثلاثه، وكنت عملت لكم قبل كده في فيديو وهم كانوا عاملين بيتجوزوا مع بعض. ابتديت بقى بعدها ادور على عش يكون مناسب في المنطقه اللي حواليا. هنا في المعادي ما كانش حد عنده عش زي ده، كل العشوش كانت انواع سيئه جدا للاسف. ويعني انا مش فارق معايا السعر قوي يعني يعني غير ان انا اجيب حاجه تكون كويسه، لكن ده كده العش ما شاء الله كويس جدا. القفص بتاع اهوت انا حاطط لهم في بتاع الصفره ديت، الاكله الصفره حاطط فيها الميه، والخشب ديت الكبيره دي انا حاطط فيها الاكل، حاطط لهم فلارس وبلكم، وهناك هو دي اللي فيها البيض. طبعا هم خايفين من الكاميرا، اهو بيض بالمورينجا، بس انا مش بكتر المورينجا، بحط حبه صغيرين. انا بوريكم كده الشكل بتاعها عامل ازاي عشان لما تيجي تحط، في ناس بتغلط وتحط كميه كبيره، فالعصفور بيجي يستطعم يلاقي الطعم مختلف جامد فيخاف، او مش يخاف بقى ما يحبش يبقى مقبل عليها، ما تعجبوش طعمها يبقى متغير. اللي هنا بقى الدرج بتاعي انا شايل الدرج وحطه كده هنا في الجنب، ساندو على القفص اللي تحتيه، عامله زي ما يكون شيال يعني له، على سبيل لو لا قدر الله العصفور جاله مرض معوي، حصل له اي حاجه، ما ياكلش من فضلاته زي ما كنا وقعنا قبل كده في المشكله اللي فاتت. وفي نفس الوقت لو وقع منه اكل ووقع على الفضلات ما يرجعش يلقط ياكله بالفضلات تاني، فبقى انا كده ايه بضر الطير بتاعي. هنا بقى العش بتاع اهوت انا ركبته. العش دوت جميل جدا وحجمه كبير، مساحته جيده جدا. بصوا حجمه قد ايه بالنسبه للزوج، حجمه كبير ما هو صغير. الاطار بتاعه الخارجي بتاع دخول العصفور معمول معدن عشان العصفور ما يقعدش ياكله ويقعد يتهالك العش معاك في وقت قليل. حاجه ثانيه المكسم او الوقافه بتاعت العش من الخشب الخشن الزان، هقربه لكم اهوت عشان تاخدوا بالكم منه. اهو بصوا شكله جميل جدا وممتاز. العش بتاعي بقى من يعني اللي انا اخترته فيه فتحتين، واحده من فوق وواحده من تحت،
اهو. ادي كده الباب الاولاني فتحناه. انا لما لقيت الزوج بدا يتجوز تاني امبارح وبقاله كام يوم بيتجوز، على طول جبت له العش. ادي العش بتاعنا معمول له الاربع فتحات اللي في الوش دول عشان التهويه ويعادل درجه الرطوبه وما يبقاش في عندنا بيض بيكبس. هنفتح بقى الباب التاني اهوت. ادي العش بتاع اهوت، انا حطيت لهم فيه شويه نشاره، كانت النشاره كده عباره عن كوم. واضح ان الزوج اهوت دخل هو والانثى وبداوا يفرشوا النشاره في المكان. العش او الدرج بتاعي من البلاستيك، في مسافه بينه وبين تحت اهوت حوالي نص سم تقريبا. المسافه دي بتبقى كويسه انك تحط للطير بتاعك فيها حاجه مطهره او حاجه معقمه، زي ما قلنا قبل كده ان احنا نحط للطير بتاعنا بودر السفين عشان الحشرات. والدرج ما شاء الله اهوت حر الحركه، طلعه لكم. فبكل سهولة هتقدر انك تتعامل مع العش بتاعك من غير اي مشاكل. ولو في زغاليل او في بيض ما تبقاش خايف وانت بتفتح. نقلة بقى تانية كده وتطوير مع الطير بتاعك. العصافير قاعدة تلعب في النشارة، طلعت حبة كده هنا في الجنب همك وحبة في الناحية التانية، وبدأوا يجهزوا العش بتاعهم، بيجهزوه يعني عشان ايه البيض. بصوا كمان بتاع المعدن من جوه، بصوا مغطية المكان ازاي بحيث ان العصفور ما يقعش يقرقط فيها وياكلها فتتهالك فعمرها الافتراضي يقل. نقفل بقى الباب بتاعنا. اوكي كده انا جهزت العش. العش كان جاي كده من غير تجهيزات، انا عملت له المسمارين دول. بس انا ملاحظ حاجه كمان في العش، ان العش مكفي كده لورا. يعني بصوا شايفين كده، بصوا العش عامل ازاي مقلوب كده لورا، فده حاجه غلط، ما ينفعش انها تكون كده. لازم العش يكون متزن عشان كمان الطير لما يجي يقعد جوه العش، العش هيميل اكتر، فما بقاش انا عمال ايه وقعت نفسي في مشكله وانا لسه في البدايه. فاسلم حاجه بقى نعملها، نعمل فكره الشداد اللي كنا عاملينه في البادجي. هوريه لكم كده بيتعمل ازاي. اهوت زي دوت كده مسمار بتعمله كده في الجنب وبتربط فيه حته السلك وبتثبته في الاول القفص من فوق على سبيل تحفظ توازن العش، وبالتالي العش يكون ثابت والعصفور يقدر ان هو يقعد جوه من غير ما يقلق، من غير ما يخاف، من غير ما يخاف على الانتاج بتاعه، من غير ما يحس ان العش بيتمرجح بيه. تغذية الكوكتيل من الحاجات المهمة جدا والضرورية لو انت كنت بتدور على الانتاجية الجيدة. اختياري للطيور واختيارك للطيور المميزة بيبقى اهم حاجة. انك تنتج من الطير شيء سهل، بس الصعب هو انك تحافظ على انتاجية الطير، وان الانتاج اللي يطلع انتاج مميز، ما يكونش انتاج ضعيف، ما يكونش زغليل هزيلة. في ناس فاكرة ان الانتاج مشكلة ومعضلة كبيرة، لا الانتاج خالص ما هوش مشكلة. هو المشكلة انك تحافظ على جودة الانتاج في كل عش، وان الطير بتاعك كل مرة يبقى انت عمال بتوصل بيه لليفل اعلى من الليفل اللي كان موجود. سامعين؟ ايوه. النغمه باين عليها مطوله. ده كوكتيل بيغرد، ده الذكر اللي موجود ورايا ضمن المجموعه اللي هي اللي كنا صورناها امبارح. مجموعه جميله جدا ما شاء الله، ربنا يا رب يبارك لنا فيها وتبقى بدايه خير علينا ان شاء الله. فالله المستعان. وبص عليه بس عاوز اوريه لكم بس مش هينفع.
عشان ما نقطعش الفيديو بتاعنا. بس ده كان اليوم بتاعنا كده الجميل وبداية تجهيزنا. ربنا يكرم ان شاء الله كده وناخد منهم انتاج كويس. والفترة الجاية لما ربنا يبدأ يكرمنا كده ان شاء الله منهم، هبدأ اوريكم بقى كده ايه هنتصرف ازاي معاهم ونعمل ايه، ناكل ازاي يعني. ان شاء الله هيكون في سلسلة كده عن الكوكتيل الالبينو وعن تفريخه باذن الله عز وجل. ما تنساش بقى تدينا اللايك الجميل بتاعك وتنضم لاسرتنا عن طريق الاشتراك سبسكرايب من تحت الفيديو. اسيبك على خير ونتقابل الفيديو الجاي في رعاية الله.